يعطيكم العافية. وصفتي لليوم المسخن الفلسطيني بأسهل طريقة وأطيب طعم. تابعوا الفيديو للآخر لتعرفوا كل التفاصيل. وإذا كنتوا بتشوفوا الفيديو لأول مرة، لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل شي جديد. عندي الدجاج منظف كتير منيح ومقطع لقطع. أنا في قطع تركت عليها الجلد وفي قطع أزلت الجلد من عليها. بحتاج لست حبات من البصل مقطع على جوانح. ننتبه ما يكون البصل كتير رفيع لحتى ما يدوب بالفرن. بضيفهم فوق الدجاج وبضيف عليهم 4 ملاعق كبار من السماق وملعقة كبيرة من الكزبرة الجافة وملعقة كبيرة من البابريكا. ملعقة كبيرة من الملح، الملح ذوق شخصي. وبضيف عليهم ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود و 150 ملل من زيت الزيتون. لا تستغنوا عن زيت الزيتون لأنه هو المكون الأساسي، هو السماق بالوصفة. بقلب المكونات كلها كتير منيح مع بعض. بوصفة المسخن الأصلية بيستخدموا كمية كبيرة من البصل، بس أنا فضلت استخدام هاي الكمية. أنتوا فيكن تضاعفوا الكمية حسب الرغبة. بغطيها بورق الزبدة وبعدين بغطيها بورق الألمنيوم. نوضعها بالثلاجة مدة ليلة كاملة إذا كان عنا وقت، أو مدة ساعتين إذا كنا مستعجلين. نوضعها بالفرن على درجة حرارة 180 من الأسفل. بعدين بنحمر الوجه. بصينية التقديم وضعت خبز التورتيا وأضفت عليه من صوص الدجاج. بوضع أكتر من طبقة وبكرر نفس العملية. بعدين بدخلهم على الفرن مدة 10 دقايق. بوزع فوقهم قطع الدجاج. وبضيف عليهم من صوص الدجاج والبصل. وزع عليهم المكسرات المحمصة. بصراحة الطعم أكتر من رائع. بنصحكم تجربوه على طريقتي وعطوني رأيكم بالتعليقات. إذا حابين يوصلكم كل شي جديد، لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. بتمنى الفيديو يكون نال اعجابكم. الف صحة وهنا.